لنعثر على فيلسوف مغربي قبل محمد عزيز الأحبابي. ربما علينا أن نعود حتى إلى ابن خلدون أو ابن رشد كأحد السباقين إلى العمل الفلسفي بالمغرب في القرن الماضي، بل وقدم صرحا فلسفيا متكاملا كان به قاب قوسين أو أدنى من نيل جائزة نوبل للآداب عام 1987. نتحدث عن المفكر المغربي محمد عزيز الأحبابي الذي نفرد له هذا البورتري لنتعرف على بعض أفكاره ومحطات حياته. رأى محمد عزيز الأحبابي النور في كنف عائلة متعلمة في 25 من دجنبر 1922 بفاس. كان والده تاجرا فيما كان جده يدرس علم التفسير بجامع القرويين بذات المدينة، ناهيك عن علاقة قرابة مع شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي. منذ بكر عمره ألحق الحبابي بالكتاب ليحفظ القرآن، ثم لاحقا انتقل إلى مدرسة ابتدائية وبعدها إلى ثانوية مولي إدريس بفاس. كان الحبابي أسوة بأقرانه من أبناء المغرب حينذاك وجولة سياسية نظرا لظرف الاستعمار الذي كان يرخي بظلاله على البلاد. هكذا انخرط من خلال حزب الشورى والاستقلال في النضال من أجل تحرير بلاده واستقلالها. وكما هي العادة للنضال ضريبة دفعها الحبابي من جهته حبسا أكثر من مرة، بل وتمادى المستعمر في غيه ومنعه من إتمام دراسته عام 1944. مع كل ما كبده الحبابي إذ يروي أنه تعرض لإصابة بالغة في مظاهرة كانت تطالب بالاستقلال، إلا أن علامات حبه للمعرفة بخاصة الفلسفة قد بدأت تبزغ. لم يكن في ذلك يكتفي بالاطلاع وحسب، بل إنه نشر عام 1945 وهو الذي كان يبلغ آنذاك 22 عاما فقط كتاب بعنوان مفكر الإسلام. الحقيقة أن الحبابي كان يأطر الدراسة على السياسة، لذلك بعدما ضايقه الفرنسيون في بلاده رأى أن يرحل إلى بلادهم لمتابعة دراسته الجامعية بإعاز من نصائح أسداها له رفاقه في حزب الشورى والاستقلال. حط الحباب الرحالة بفرنسا عام 1946، ثم أخذ يحصد الشهادات الجامعية واحدة تلو الأخرى. نال إجازة في الفلسفة من جامعة كان وأخرى مماثلة من السوربون، ثم حصل على دبلوم المدرسة الوطنية للغات الحية بباريس ودبلوم الدراسات العليا في الفلسفة من السوربون. توج الحباب مساره الأكاديمي في فرنسا بالحصول على دكتوراه من السوربون بميزة مشرف جدا، أطروحة سينشرها باللغة الفرنسية عام 1954 في كتاب يحمل عنوان من الكائن إلى الشخص، دراسات في الشخصانية الواقعية. الحبابي ابتداء من آخر عهده بإنجاز أطروحة الدكتوراه اشتغل باحثا في المعهد الوطني للبحث العلمي في باريس، ثم عام 1959 عاد إلى المغرب ليشتغل أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط والتي سيعين بعد عامين بعد ذلك عامدا لها. في غضون ذلك أسهم الحبابي عام 1961 في تأسيس اتحاد كتاب المغرب والذي انتخب رئيسا له في المؤتمر الأول، ثم لاحقا أشرف على الجمعية الفلسفية المغربية، كما اشتغل مديرا لمجلتي تكامل المعرفة ودراسات أدبية ومعرفية. انتمى الحبابي بالموازاة إلى مجموعة من الهيئات المعرفية، منها أكاديمية المملكة المغربية، المجمع اللغوي بالقاهرة، جمعية رجال الأدب في فرنسا، الأكاديمية المتوسطة بإيطاليا، والفيدرالية الدولية للفلسفة. ألف الحبابي مجموعة من الأعمال مثل الشخصانية الإسلامية، من الحريات إلى التحرر، تأملات في اللغو واللغة، ولم يقتصر على التأليف الفلسفي والمعرفي
إنما نقرأ له أيضا في الشعر بؤس وضياء ويتيم تحت الصفر، وفي الرواية جيل الظمأ وإكسير الحياة، وفي القصة القصيرة العض على الحديد. كتب الحبابي باللغتين العربية والفرنسية، وترجمت أعماله إلى لغات عديدة. نظير أعماله الكاملة ترشح محمد عزيز الحبابي لجائزة نوبل للأدب كأول مغربي وعربي عام 1987، ووصل يومها إلى اللائحة القصيرة، فيما فاز بالجائزة الشاعر الروسي جوزيف برودسكي. يرى المفكر اللبناني موريس أبو ناصر في مقالة له عن الحبابي أن قارئ مشروعي الأخير الفلسفي سيكتشف أن فرضة هذا المفكر المغربي تعج بخصائص التفكير الفلسفي الأصيل كالاختلاف والتفاعل والمحاورة، وتنم عن فرضة فلسفية تتمثل في جمعه بين التأثير الديني السلفي المتنور وبين تأثير المفكرين الغربيين أمثال باشلار وموني وبيركسون وسارتر. ويلاحظ وفق أبو نصر أن مشروع الحبابي الفلسفي مر بثلاث لحظات أساسية. اللحظة الأولى هي الشخصانية الواقعية، والتي كانت نتيجة أطروحات الدكتوراه في الفلسفة حصل عليها الحبابي من جامعة السوربون في أوائل الخمسينات، وفيها فسح المجال لفكرة الشخص والكائن والتشخصن والتعالي والزمان. ثم اللحظة الثانية، أي لحظة تأويل الحبابي للتراث الإسلامي قبل وبعد نشوء الدعوة المحمدية، والتي جاءت بتصور ديني تنتفي معه القبيلة والعبودية والعشائرية، ومن ثم كرست الشخصانية الواقعية التي أراد صاحبها إظهار عدم تناقضها مع الدين الإسلامي. أما اللحظة الثالثة فهي لحظة بناء الغد بكل ما فيه من طموحات وتطلعات، بعيدا عن فوارق العرق والجنس والدين والجهات والواقع. وبذلك يوضع الإنسان فوق كل اعتبار، ويتم التطلع إلى استرداد كرامته وحريته. لابد بالمقابل أن نشير إلى أن فلسفة الحبابي قد وجهت بالنقد اللاذع من طرف بعض مثل محمد عبد الجابري، الذي قال إنها لا تنتمي إلى الخطاب العربي المعاصر لأن في نظره كتبت بلغة أجنبية. ورزع المغرب في محمد عزيز الحبابي في 23 من غشت 1993 بالرباط، بيد أن الأخير دون اسمه قبل ذلك كأحد أبرز المفكرين في تاريخه الحديث. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.